ليها ودا تأمو واني راه تقصى غمي كيف غير 40 عام. بسم الله لا اله الا الله. اسمي الشامل هو احمد الهبيل احمد. وين الاسم اسم المهنه دهمو. الظروف ديالي صعيبه بزاف. انا هاد الميدان دخلت النهار عندي 12 عام في العمر ديالي 12 عام. ولد 12 عام خارج دخلت لا مشيت كنت كنقرا في الجامع من الجامع المدرسه ما خليت تاقل حتى الوقت راه ما خليت السينمائي نعم سيدي الصهاري الحلاقي شحال في الحلقه غضبت سنين راه من ولد 12 عام حتى 60 عام في المهنه 60 سنه وما عطاتني والو. 60 سنه في ميدان في نفس الفيلم. اي سيدي وما عطاتنا والو. المطالب ديالي الجمهور كيشوفوني الاحباب المحسنين يعتقوني في سبيل الله باش ما تخاف من الله واخا يخلصوا لي عار الكري. انا هذا المحل ديال التراب وكريب ب 8000 ريال و 5000 هي 13000 ريال. عندي ثلاثه البنات ما كان والو كان ضا كاين الله. حنا دابا انا والدري ديالي هنا في هذا المحل وهذا حتى الضو قطعوا لي الضو والماء كيت الشهر اللي كيتساليني قطعوا لك الضو والماء قطعوا لي الضو والماء قال لك ما نعطيوك الضو ولا الماء حتى تخلص لك. شنو هذا اللي كنشعل دابا ما كانش يشوف حتى قدامي وانا عيان دابا 80 عام هادي وعيان ما كنشوف ما كاين الضو ما كاين. هاد الناس راه يجيب الله شيء مؤمن اللي عتقنا لله لوجه الله والله يداوي الحال. وكا سيدي وغالب البطاقه ديال الفنان ما عنديش ما عنديش اي سيدي دفعت ولا اني ما عرفت اي شحال ديال الكاسيد غير الكاسيد ديال المشترك شي 500 كاسيد او الفوق والكاسيد ديال الفيديو فوق 20000 فوق. وسيدي عدد ديال الافلام سيدي عدد ديال الكاسيد السينما مسرحيات ولكن راه ما كان والو. كان نجلس في واحد البلاصه تما حدا ذاك التاكسيات فاش كان نجلس حتى العشيه ونروح بحال هادي اللي داز عتقني بشي 100 ولا 200 وندوز بحال هادي للدار. عندي المحل في البلاد ولكن ما فيه لا الضو لا الماء واش غناكل تما. والحرايفيه راه ما كانش لي الدافيه غير يسولوا عليا يسولوا يقولوا كي داير الدامو. سيدي الله يرحمه الله يرحم الجدود هاد العواش رادو الا كان شي مؤمن وعارف بينه وبين اللي خلقو حنا غا قبور غادي يعتق لي واخا غير الكري ديال المحل او ولا الخنشه ديال دي ولا غير كيلو ديال السكر راه دار فيا الخير. رانا مسكين ما عنديش شيء واحد العدد ديال الحريفيه اللي خرجوا من يدي العدد الا قلت سولتي الحريفي قدامه يقول لك هي راه شيخنا هذاك علمنا وعرفنا بزاف. الايام اللي كندير الحلقه راه ما كاين اللي يدي من عندي بنادم نخدم انا اللي غنخدم مزيان ونخدم بوحدي. كاين الحريفيه نخدم معاهم ما بغيت نخدم راسي وكان ضاه. آخر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله ينصر سيدنا الله ينصر الملك محمد السادس ويخلي ليه ولاده. الله يخلف الجواد للأحباب المحسنين اللي كيحسنوا الناس بحالي. أنا قدام المحسنين وقدام الله تبارك وتعالى اللي عرف بينه وبين الله العواش هادو ياك رمضان هذا ما عندي باش نجيب العشاء والله ما عندي. الله الكبير هو الله تبارك وتعالى ما عندي والو. وراك شتي غير المحل راه تحيح عليا قال لي خلص ولا خويا وقطعوا لي الضو ما نديرش شكوك حتى العشاء الرجال السامع ما نديرش شكوك اليهودي وانا مسلم وقد جدهم 80 عام حيدوا لي الماء حيدوا لي الضو والمستمعين كيسمعوا وعباد الله كتسمع
إلا كان شي تايسلاميت شي شي نقطة ديال الدم ديال تايسلاميت راه غادي يشوفوا من حالي يعاونوني في هاد الناس. ما يعرفوا هادو الناس ما يعرفوش الله هادو ما كيعرف عار الريال هو قال لي والخربة ديال الطراب عندي باش ما عندي كاع باش نشري غير الفاني ديال راسي ضرني غير راسي عندي طنسيو ما عندي باش نشري الدواء صافي. شوف هذا الشيء اللي كان في وجهي شوف اسيدي الله يرحم الوالدين ما عندي باش ندير العملية هي باش بغيت ندير العملية ما كان مشيت تا بغيت تا مشيت للسبيطار ديال الحسن الثاني وغادي مع شي حريفية جوج قالوا لي غادي نعاونوك حتى تعيد ايه شو اللي